الوطني، سنتعرف أكثر على شركة منازل العقارية مع ضيف زميلي أسيد خريسات، السيد حسن فهمي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة منازل. أسيد، مرحبا بك من جديد. إذن تفاصيل هذه الشركة، مشاريعها، رأس المال، كل ذلك معك في هذه المقابلة الخاصة، تفضل. نعم، يعطيك العافية لبنى مرة أخرى، ومعي الرئيس التنفيذي لشركة منازل العقارية في مقابلة حصرية ومباشرة من CNBC عربية، سيد حسن فهمي. أهلا وسهلا بك، لو سمحت تحدثنا عن هدف الشركة لإدراجها في السوق الثانية التي تعتبر من أولى الشركات التي أدرجت في هذا السوق. في الواقع الشركة يعني شركة مساهمة خاصة، الشركة فلوتد، بمعنى ان ما فيش اي كونسنتريشن على ملكية بالنسبة للشركة. الاكبر ملكية حوالي 3%، اتس فيري ويل فلوتد. يعني الحقيقة احنا بنحاول نفتح المجال، فيه اقبال جامد جدا طبقا للنجاحات الشركة فيها، بقى لها تقريبا في الماركت حوالي 8 سنين. بيحاول دلوقتي ان احنا نفتح فرصه اكبر للمستثمرين ان هم يخشوا، يبقى في تداول حر كل يوم على الشاشه، لان كان في طلب بس للاسف ما كانش في الاليات التداول الموجوده. فطبعا هيئه ابو ظبي الاسواق كانت بصراحه عملوا دعم جامد جدا لينا، وطبقا لاهميه الشركه از محرك اساسي كديفلوبر في السوق بتاعت الافوردبل هاوسنج او اللي هو الاسكان المتوسط في ابو ظبي. كم يبلغ راس مال الشركه وابرز المشاريع العقاريه لمنازل؟ حقيقه راس مال الشركه 2.5 بليون درهم، 2.5 مليار درهم. احنا عاملين مشاريع في الريف 1، وده كان من انجح المشاريع الموجوده في ابو ظبي، حوالي 2400 فيلا اسكان متوسط وحوالي 1800 وحده سكنيه. النهارده اسمه الريف. دلوقتي احنا للنجاح والديماند العالي جدا ليه، النهارده ابتدينا بنخش في مشروع تاني اللي هو الريف 2، وهيبقى حوالي 860 فيلا، واحنا لسه اعلنا عليه بقى لنا تقريبا اسبوعين، وفي طلب جامد جدا عليه، يمكن في حوالي 10 ايام بعنا اكتر من 60%. ودلوقتي الفيز 2 لي احنا تقريبا يعني كم يبلغ حجم المشروع الجديد؟ المشروع هيبقى في حدود ال 1.6 تقريبا مليار و600 مليون تقريبا درهم بالضبط. طيب، دعنا الان نتحدث، هل تطمحون الى تسعير افضل للشركه من خلال ادراجها على الشركات المساهمه الخاصه؟ هذا الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني، كيف رايت متطلبات وشروط الادراج في هذا السوق الثانيه؟ والله الحقيقه احنا شايفين ان اكيد خطوه مهمه ان احنا يتفتح اساسا السوق الثانوي في ابو ظبي. في شركات كتير قوي قطاع خاص او اللي هو البرايفت ايكوتي يعني، او اللي هي شركات خاصة. الشركات دي المفروض ان هي لما يحصل فيها فلوت هتجذب مستثمرين جداد للسوق وهتنشط السوق جدا جدا جدا. هل هنالك كان مفتوحة بالنسبة للمستثمرين الأجانب للدخول في هذه الأسواق؟ اكيد 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 اكيد. سيد حسن فهمي، اهلا وسهلا، شرفنا في هذه المقابله مع CNBC عربيه، كل الشكر. الرئيس التنفيذي لمنازل العقاريه